واحدة برضو من الابليكيشنز اللطيفة جدا في الموضوع ده الموضوع بتاع ليه بيحصل هيدكس في الرينال داليسيس. الحقيقة في عندنا في البرين حاجة اسمها كابيلاري برين بارير او بلاد برين بارير. ده الحقيقة بيبقى يعني فيري سيلكتيف ومختلف عن اي حتة تانية في الجسم. فمن الحاجات اللي هو فيها يعني كاركترستيك حاجة كاركترستيك ليه هو ان لو بيرميابيليتي تو يوريا. واحدة من الحاجات اللي احنا بنشيلها في الدياليسيس هي اليوريا. بس النقطة ان احنا بنتكلم على ان يعني اليوريا دي المفروض انها بتعدي من خلال الممبرين، بس في الجزء بتاع الكابيري ممبرين بارير هي بتعدي بس بفيري لو بيرميابيليتي، يعني بتاخد وقت اطول بكتير عشان تعدي، او الريت بتاع ان هي تتحرك من هنا لهنا بيبقى اقل بكتير جدا من اي مكان تاني في الجسم. طبعا احنا لما بنشد اليوريا او بنحاول نشيل اليوريا من جسم الانسان زي ما هنشوف بعد كده بتفاصيل في الرينال دياليسيس، احنا فعليا بناخد يعني اليوريا دي اللي موجوده في الدم اللي موجوده في البلازما، اوكي، وهي نفسها بتشد بعد كده اليوريا اللي موجوده في الاكستراسيلولار سبيس، والاكستراسيلولار سبيس بيشد اليوريا اللي موجوده في الايه في السيلز. ففعليا احنا بناخد اليوريا دي مش بس ناخدها من الدم، لا ده احنا بنشدها من الجسم كله. فالنقطه لو احنا بنتكلم على ان احنا قللنا بسرعه قوي البلازما يوريا، يعني شدينا بسرعه قوي، يعني كان الريت بتاع الريموفال او كليرنس بتاع اليوريا من الدم كان عالي، اوكي، فاللي بيحصل ان احنا في لحظه معينه بيكون اليوريا ده بيبقى موجود الكونسنتريشن بتاعه اكتر في الـ في الـ في الـ في, الـ في المخ عن الجزء بتاع الكابيلاريز اللي هي اتاتشد بيه. وبيحصل ساعتها ان البلازما يوريا دوت بيكريت حاجه زي اوزموتيك بريشر كده، اوكي، temporary osmotic pressure inside the brain، اوكي، لان هو مش قادر يعدي بنفس الريت، يعني الفرق اللي هو اللي حاصل بين الريت بتاع الريموفال بتاع اليوريا والريموفال بتاع اليوريا في الدم وفي في المخ دوت بيخلي اكن اليوريا ما هواش بيرميبل، اوكي. فلو احنا عندنا osmotic pressure يعني external osmotic pressure جوه البرين بيبقى اعلى، اللي هيحصل نتيجه لكده ان الووتر بيفلو انتو ذا برين كوزنج ذا سيريبرال ايديما. يعني نبتدي بقى ان احنا نتيجه ان في عندنا اليوريا مش قادره تعدي، ففعليا الميه تقدر تعدي، اوكي. فلو احنا عندنا فرق كونسنتريشن بين المخ وبين الكابيلاريز، اوكي، الميه بقى تحاول نتيجه انها بيرميبل بتحاول انها تعدي من الكابيلاريز تروح للمخ علشان تحاول تخلي في الاخر كونسنتريشنز هنا وهنا زي بعض. فاللي بيحصل لما انا بعمل الكلام ده، لما الكلام ده بيحصل بيبقى الووتر فلو اللي موجود جوه البرين ده بيعمل هيدك وبيعمل حاجه اسمها السيريبرال ايديما، يعني بيحاول يعمل كده تورم في المخ كده، اوكي، وده بيعمل حقيقه يعني صداع جامد جدا جدا. فعشان كده احنا بنتكلم على ان الناس اللي بتشتغل في الرينال داليسز المفروض ان هي ما تعليش الريت بتاع الريموفال بتاع الميتابولايز علشان ما يحصلش للعيانين دول هيدك، ما يحصل لهمش برين ايديما. طبعا البرين ايديما ده نفسه ممكن هو يكون بيحصل نتيجه الحادثه. فبيسك لو احنا عاوزين ان احنا نخلي البرين ايديما ده يبقى احسن بنحاول ان احنا نحقن حاجه انتو ذا بلاد، اوكي، زي المانيتول مثلا او يوريا. اليوريا نفسها ممكن تتحقن، بس طبعا لو في الرينال داليسيس ما لهاش معنى ان احنا نحقن يوريا، بنحقن العقار ده اللي هو المانيتول، اوكي. وده الحقيقه بيعمل لي اوزموتيك بريشر مقابل للاوزموتيك بريشر اللي كان موجود، فما بيحصلش نت فلو، اوكي. ده لما بنحطه مثلا في الكابيلاري سايد ده بياخد بقى بيسحب ميه من المخ علشان يدخلها كابيلاري، فبيقلل الايه بيقلل البرين ايديما، اوكي. فده ممكن يستعمل كايمرجنسي تريتمنت فور سيريبرال ايديما، اوكي. انما في الرينال داليسيس الحل بتاعها مش ان احنا نحقن حاجه، الحل بتاعها ان احنا ايه نقلل الريت بتاع البلازما يوريا ريموفال.